أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبعه له. سيكون حديث اليوم من كتاب الرسالة للإمام الجهبذ الشافعي عليه رحمة الله، موضوع القياس. والقياس من الفعل قاس يقيس، قيسا وقياسا. ودائما هذا الفعل يكون متعديا، يعني قاس الشيء بغيره، قاس الشيء على غيره، قاس الشيء إليه، فلابد أن يوجد هناك صلة أو أن توجد هناك صلة. فقاس الشيء أي قدره على مثاله، قاس الشيء أي قدره على مثاله. المثال هو الشيء الذي ينسج على منواله. برضك واضحة كده ولا جبت جملة أصعب من الأولى؟ فالمثال هو الشيء الذي ينسج على منواله، زي مثلا لما نقول هناك قالب طوب. القالب الطوب ده هناك قالب أصلي وهناك قالب شبيه به. الأصل ده هو الإيه؟ هو المثال. فإذا أردنا أن نعاير شيئا نعايره بماذا؟ بهذا الأصل، بهذا المثال. فالمثال اللي هو الجامع للشيء، اللي هو الذي يأتي بالمواصفات المطلوب، هذا هو المثال. والمثال في بيئة اللغويين والأصوليين هو الأصل الذي يرد إليه، الأصل الذي يرد إليه. ولهذا القياس لغة رد الشيء إلى نظيره، أي شبيهه، رد الشيء إلى نظيره. عند علماء الفقه والإصلاح، إصلاح الأصول، أو عند علماء الفقه والأصول، القياس حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما. إذن عندنا أصل وهو الذي يقاس عليه، وعندنا فرع وهو المختلف فيه. الأصل له مواصفات. الصفة الأولى أنه نص أو إجماع، نص أو إجماع، ده الأصل. نمرة اثنين أنه ظاهر المعنى، دلالته ظاهرة واضحة. يبقى حاجتين، منصوص عليه والإجماع في حكم النص. اثنين، معناه ظاهر بين، لا لبس فيه، لا غموض فيه، هذا هو الأصل. وهناك شبيه له مختلف فيه. الأصل لما كان هو نص ومعناه ظاهر فالحكم فيه واضح، الحكم فيه واضح، لكن الفرع فيه إشكال، لا نعرف حكمه ولا نعرف كيف المصير فيه. والاثنين بينهم صفة مشتركة أو علة مشتركة أو مناسبة مشتركة. يبقى مرة بيسموها مناسبة، ومرة بيسموها صفة، ومرة بيسموها إيه؟ علة. ثلاث حاجات أهي. العلة أو المناسبة أو الصفة دي تشترك بين الأصل والفرع. الأصل المتفق عليه والفرع المختلف فيه. إيه اللي يحصل؟ فيأخذ الفرع حكم الأصل. نم أيسين الفرع على إيه؟ على الأصل، يأخذ حكمه. وبالتالي القياس عند الأصوليين والفقهاء حمل فرع أي مختلف فيه
وسمي فرعا ليه؟ لأنه ليس نصا، ليس عليه دليل بنصه، ولذلك سمي ماذا؟ فرعا. حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما مثل ماذا؟ كالحكم بتحريم شراب مسكر. أيام زمان كان المسكر ده هو الإيه؟ هو الخمر. لكن الآن هناك أنواع أخرى من المسكرات تسمى بأسماء عديدة، عصير مش عارف إيه، ويسكي مش عارف إيه، يعني قل ما تجد زجاجة تسمى بماذا؟ بالخمر، خمر كده، لا سيما في بيئة المسلمين، ولكن لها أسماء تانية مختلفة. الأسماء هذه يا ترى تأخذ حكم الخمر؟ ليس عندنا نص فيها، ليس عندنا قال الله، ليس عندنا قال رسول الله، إذا ليس فيها نص. بينما عندنا الخمر فيها ماذا؟ فيها نص، والحرمة فيها ظاهرة لأنها سبب الإسكار. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، خلاص انتهى الموضوع. طب الأشياء التي تسبب السكرة وليس اسمها الخمر ماذا نصنع فيها؟ نلحقها بماذا؟ بالخمر للمناسبة الجامعة أو الصفة المشتركة أو العلة القائمة بينهما، وهي ماذا؟ وهي الإسكار، وهي الإسكار. القياس، قال أي قال الذي يحدث أو يناظر أو يناقش أو يجالس الإمام الشافعي: فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ جمهور الأصوليون يرون بأن مصادر الاستدلال أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، ثم منهم من يقول الاجتهاد، ومنهم من يقول ماذا؟ القياس. هذه المصادر الأربعة عند جمهور الأصوليين. هناك أصوليون يجعلون مصادر أخرى مع هذه المصادر، لكن هذه هي المصادر الأساسية. وقبل أن ألج في الموضوع هل هناك خلاف بين القياس وبين الاجتهاد أم كلاهما بمعنى واحد، ودي مسألة مهمة، في فارق لما أقول بمعنى أو أقول بمعنى واحد، إيه الفارق بين الجملتين؟ اللي بيدرس الأصول بيتعلم الدقة، الدقة في الألفاظ. لما نقول بمعنى فقط كده إذن هذا تلازم في الدلالة، يبقى ده ماذا؟ تلازم في الدلالة. ولكن هناك اختلاف من بعض الوجوه، يبقى هناك أو بلاش تلازم، هناك اقتراب في الدلالة مع وجود بعض الاختلافات. زي إيه مثلا؟ لما نقول المور والحركة نقول بمعنى واحد ولا بمعنى؟ نقول بمعنى، نقول بمعنى. ليه؟ لأن المور هو الحركة، ولكن هناك خلاف بين المور والحركة. ليه؟ لأن المور حركة ولكنها حركة مخصوصة. إيه الحركة المخصوصة؟ هي حركة سريعة، سريعة وعنيفة ومتلاحقة، حركة سريعة عنيفة متلاحقة. لكن الحركة ممكن تكون حركة بطيئة وحركة ماذا؟ سريعة. ممكن تكون حركة هينة وحركة عنيفة، ممكن تكون حركة متواصلة وحركة متقطعة. إذن الحركة أعم من ماذا؟ من المور. ومنه قول الله تعالى: يوم تمور السماء مورا، يبقى مش تتحرك بس، وإنما هي ماذا؟ حركة سريعة عنيفة متوالية متلاحقة. إذا نقول المور والحركة بمعنى واحد ولا بمعنى؟ نقول بمعنى،
لكن لو قلنا بمعنى واحد إذن هذا هو التطابق في المعنى، التطابق في المعنى. وهذه مسألة يعني دقيقة جدا عند علماء اللغة، هل هناك كلمات تطابقت معانيها من كل وجه أم لا يوجد هناك تطابق كامل بين معاني الكلمات؟ هذه مسألة فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم. منهم من قال بوجود الترادف التام، اللي هو إن الكلمة تكون بمعنى كلمة أخرى ويسمى ذلك بالترادف التام، وهناك من قال لا، هو تقارب في المعنى فلا يوجد لفظ بمعنى لفظ آخر من كل وجه. والحقيقة بأن هذا القول هو القول الذي تميل إليه النفس، إن فيش كلمة بمعنى كلمة تانية من كل وجه، لابد يبقى فيه هناك إيه بعض الوجوه التي فيها خلاف، مثل القعود والجلوس. القعود والجلوس، فالجلوس بمعنى القعود، ولكن هناك خلاف بسيط بين الاثنين، خلاف بسيط بين الاثنين، فأحدهما يكون عن هيئة القيام، بيبقى كان واقف وبعدين إيه قعد، وهناك من كانت هذه هيئته، من كانت هذه إيه هيئته. وقد ألف بعض المتقدمين كتبا في الفروق اللغوية، كتب في الفروق اللغوية، من أعظم هذه الكتب وأوسعها وأوعبها كتاب الفروق لأبي هلال العسكري، كتاب الفروق لأبي هلال العسكري. قال أي مجالسه: فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ يبقى نذهب إلى القياس إذا لم نجد نص كتاب ولا سنة ولا إجماع. أفالقياس نص خبر لازم؟ يا ترى القياس ده لازم كالنص؟ هل هذا القياس لازم كالنص؟ والمقصود باللازم أي الثابت. أفالقياس نص خبر لازم أي خبر ثابت. اللازم هو الثابت الذي لا يتحرك. قلت أي لام الشافعي: لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله، وفي كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول الله، ولم نقل له قياس. يعني إذا كان القياس ده في قوة النص أو هو النص، ما عدناش نقول هو بقى قياس، نقول هو إيه، نقول هو النص، فما فيش داعي نقول إنه إيه قياس. فإذا كان هو نص الكتاب نقول هو نص الكتاب، وإذا كان هو نص السنة نقول هو نص السنة. فهذا دليل على أن القياس ليس هو النص، القياس درجة أقل من النص. قال: فما القياس؟ السائل بيسأله: فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ هو الجهاد هو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ سيأتي ذكر الاجتهاد، الإمام الشافعي سيتكلم عن الاجتهاد لاحقا، الإمام الشافعي سيتكلم عن الاجتهاد لاحقا. والاجتهاد افتعال من الفعل اجتهد، أي بذل المجهود، وبذل المجهود أي المشقة، فالإنسان بيبذل المشقة، وبذل المشقة لا يكون في أمر يسير، وإنما يكون في أمر جد صعب. ولهذا يقال اجتهد في تحريك الصخرة، ولا يقال اجتهد في حمل الورقة، لا يقول إنسان اجتهد في حمل الورقة، وإنما يقال اجتهد في حمل الصخرة. الإمام الشافعي صنيعه يحتاج إلى تأمل.
الوجه الأول أنه جعل كلاما مستقلا للاجتهاد، يبقى جعل كلاما مستقلا للقياس ثم أتبعه بكلام مستقل عن ماذا؟ عن الاجتهاد. وهذا الصنيع دليل على أنه يفرق بين القياس والاجتهاد، دي أولا. ثانيا أن كلامه قال هما اسمان لمعنى واحد، هناك نسخة هما اسمان لمعنى. الشيخ شاكر عليه رحمة الله رجح النسخة التي فيها كلمة إيه؟ واحد. والحقيقة عند تدقيق ربما تميل النفس إلى ترجيح النسخة التي ليس فيها كلمة إيه؟ واحد، حتى نثبت خلافا بين ماذا؟ بين القياس وبين الاجتهاد. واضح يا اخوانا ولا؟ يا لو ترك هذا الكلام ده تهدو. طيب ماشي يا خاص، واضح الكلام ده؟ يعني في هناك نسخة قالت بمعنى، هناك نسخة قالت بمعنى واحد. لو قلنا بمعنى واحد يبقى الاثنين ايه؟ الاثنين متطابقين، يبقى ده زي ده. لو قلنا بمعنى يبقى الاثنين متقاربين في المعنى، بس في خلافات بين الاثنين. والاولى ان احنا نقول ايه؟ بمعنى، ما نقولش بمعنى واحد. الشيخ شاكر رجح النسخة اللي فيها كلمة ايه؟ واحد. قال فما جماعهما؟ الجماع له معنى عرفي ذائع وله معنى أصولي دقيق. المعنى العرفي الذائع اللي هو اتصال بين ذكر وأنثى، ولكن هذا الاتصال بكيفية مخصوصة وبشهوة، هذا هو الجماع. لكن هناك معنى لغوي أصولي دقيق وهو موضع الأصل، موضع الأصل، جماعهما موضع الأصل أو مجتمع الأصل، مجتمع الأصل أي موضع الأصل. فما جماعهما أي فما أصل هذه المسألة، فما أصل هذه المسألة. قلت كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم. ده مسألة مهمة جدا، وهي أن كل نازلة لابد أن يكون لها دليل يوصفها ويحكم فيها. كل نازلة لابد من تلمس الدليل المناسب لحكمها، ما نقولش لا ما فيش فيها، هذه مسألة ليست من المسائل الخالية عن الدليل. كل مسألة لابد أن يوجد هناك دليل، إما أن يكون هذا الدليل نصا فيها، أو أن يكون هذا الدليل مشيرا إلى الحكم فيها. يعني إما يكون دليل نص، وإما يكون في الدليل ده إشارة إلى ماذا؟ إلى الحكم. إما نص وإما إشارة إلى إيه؟ إلى الحكم. أما أن يتصور أن المكلف يأتي بأفعال، هذه الأفعال لا حكم لله تعالى فيها، ده لا يمكن، هذا لا يمكن. يقول لك انت عايزين تخلوه زي زراير؟ أيوة، لابد المسلم يبقى كده، ما انت عبد. فإذا أردت ألا تكون عبدا فاخرج من ملك السيد وافعل ما تشاء. احنا كلنا عايشين فين؟ في ملك الله عز وجل، وهو ربنا ومليكنا، واحنا العبيد. فالعبد لا يفعل شيئا إلا بماذا؟ إلا بأمر سيده. فالسيد تارة أبان له الأمر، وتارة أخفاه في أمره. يعني تارة بتبقى النصوص واضحة، وتارة الأحكام تكون مكنونة في النصوص، تحتاج إلى ماذا؟ إلى استنباط وإلى استخراج. قلت كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، ده لابد منه، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة،
فيه لابد يبقى فيه دلالة موجودة وعليه. انظر هنا بقى الكلام يعني كلام أبي الشافعي، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه. الكلام ده فيه تقديم وتأخير عجيب، والتقدير وعليه اتباعه إذا كان فيه بعينه حكم. فممكن كلمة عليه اعمل عليها سهم كده، هذا السهم يشير إلى اتباعه. وعليه اتباعه أي يلزمه، فعليه هنا اسم فعل أمر بمعنى يلزم. وعليه أي يلزمه اتباعه إذا كان فيه بعينه حكم، والمقصود بعينه هنا أي النازلة، النازلة التي تنزل بالمكلف. فطالما هذه النازلة فيها حكم، والحكم ده ظاهر وموجود، والحكم ده ظاهر وموجود إما نصا وإما اجتهادا، فعليه اتباع. واضحة كده الجملة دي؟ تمام. وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس. طبعا تكلمت عن مسألة الاجتهاد والقياس. فالمجمل الدلال لهذه الفقرة كما ذكرت أن المسلم لابد أن ينظر إلى حكم الله في المسألة، إذا كانت جلية واضحة يلزم اتباعه، وإذا لم تكن جلية ولا واضحة اجتهد وقاس حتى يصل إلى ما يظن أنه حكم الله عز وجل. قال، أنا عاوز الإخوة في الجملة الجاية يعدلوا علامات الترقيم. قال: أفرأيت العالمين، يعمل هنا كده استفهام وعلامة تعجب. أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة، بعد إحاطة حط نقطتين على بعض. أفرأيت العالمين، ده هنا بقى ده استفهام يقصد من ورائه أمور، إما التعجب وهذا هو الأولى، وإما شيء آخر كالإنكار، ولكن احمله هنا على التعجب. أفرأيت العالمين، الناس، والمقصود بالناس هنا اللي هم أهل الاجتهاد. إذا قاسوا على إحاطة، الإحاطة هو الإدراك بالشيء من كل جوانبه، الإدراك بالشيء من كل جوانبه، هذا معنى الإيه؟ الإحاطة. يقال أحاطت به الخيل، أحاطت به الخيل أي أحدقت به من كل جانب. لما واحد مثلا يهرب الخيل تجري وراه، الخيل تجري وراه تعمل حواليه إيه؟ دايرة، ما يعرفش يهرب. فإذا دارت الخيل حوله فلم يجد منفذا للهروب يسمى ذلك بماذا؟ أحدقت به الخيل، أحدقت أي أحاطت به من كل جانب. فالمقصود على إحاطة أي إدراك من كل جانب. من يا ترى اللي يدرك الشيء من كل جانب؟ العامة ولا العلماء؟ العلماء، أو هكذا هو المتصور. ولذلك العالم إذا لم يدرك الشيء من كل جانب زل وأخطأ، وهكذا أيضا القاضي، لأن القاضي في حكم الحاكم، والعالم في حكم الحاكم. إذا لم يعلم الشيء من كل جانب زل وأخطأ، فممكن حتة صغيرة تكون سببا في نجاة رجل من الإعدام، ومنكم معلومة صغيرة جدا تكون تبديلا للحكم أو تغيير الحكم من الحل إلى الحرمة، أو من الحرمة إلى ماذا؟ إلى الحل. معلومة صغيرة جدا، رجل يريد أن يتزوج لا بأس،
طيب هذا الرجل في قرية والتي يتقدم إليها في البيت المجاور، ويقال بأنهما اجتمعا على ثدي واحد، إذن هنا الشبهة قائمة ولا غير قائمة؟ قائمة. احتمالين، الناس قديما بيخبزوا مع بعض، بيسوقوا مع بعض، فتروح تخبز تودي ابنها الرضيع فين؟ هتودي فين؟ عند جارتها، تحطه في القفص وتودي عند جارتها، جارتها ترضعه مع بنتها. والعكس بيحصل، جارتها هتروح السوق او هتعمل مصلحة هتودي بنتها فين؟ لجارتها. وبالتالي كلما تقاربت البيوت والتصقت وتقاربت السنون بين الأولاد، كان هذا إشارة إلى احتمالية ماذا؟ اشتراكهم في رضاع. فالمفتي لابد أن يجمع المعلومات، لابد من جمع المعلومات وأن يستفصل لأن يهجم هجوما. فالعالم والحاكم، العالم والحاكم لابد أن يقوم بذلك الأمر. فبيقول: أرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة. إذا قاسوا يعني إيه؟ إذا كان عندهم فرع قاسوا على أصل، على إحاطة أي على معرفة تامة، على معرفة تامة مش أي حد. أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة هم من أنهم أصابوا الحق عند الله؟ هم هناك استفهام مضمر والتقدير أهم، أهم من أنهم أصابوا الحق عند الله؟ يعني هل أنهم من جملة الذين أصابوا الحق عند الله؟ يبقى الإنسان لو اجتهد وبذل جهده في الاجتهاد، أو قاس وبذل جهده في القياس على إحاط، أي جمع المسألة من كل جوانبها، هل يكون من أهل إصابة الحق عند الله؟ وهل يسعهم، أي القائسون، لأن الذي يقوم بالقياس هو صاحب العلم ويسمى بالقائس المجتهد، وهل يسعهم أهل القياس أن يختلفوا في القياس؟ وهل كلفوا كل أمر من سبيل واحد؟ هل كلفوا كل أمر من سبيل واحد أو سبل متفرقة؟ كلفوا كل أمر، أي النظر في المسألة، النظر في المسألة ينظروها من سبيل واحد، أي من وجهة واحدة، أي من سبل مختلفة، يكلهم سبل مختلفة في النظر إلى المسألة. وما الحجة في أن لهم أن يقيسوا على الظاهر دون الباطن؟ الظاهر أي الظاهر في الدلالة، الظاهر في الدلالة دون الباطن أي الخفي في الدلالة. وأنه يسعهم أن يتفرقوا، يتفرقوا ليس أن يذهبوا في البلاد، ولكن يتفرقوا أي يختلفوا. وأنه يسعهم أن يتفرقوا أي يختلفوا. وهل يختلفوا ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في غيرهم؟ كلمة كلفوا في أنفسهم لها معنيان. المعنى الأول أنه يلزم الفقيه في نفسه ما لا يلزم غيره. يعني ممكن الفقيه يدرس المسألة ينتهي إلى قناعة، القناعة دي يلتزم بها في نفسه، ولكن لعدم اعتقاده بقوتها ما يقدرش أنه يلزم بها إيه؟ غيره. فالفقيه ربما ضاق وقته ولم يدرس المسألة من كل جوانبها، فشعر بالتقصير في دراسة الأمر، فإذا انتهى إلى أمر جعله خاصا لماذا؟ لنفسه ليس لغيره. وهذا من باب الورع والتقوى، هذا من باب الورع والتقوى. لا يستطيع العالم أو المفتي أن يلزم غيره بأمر إلا إذا كان قد درسه دراسة
أحاطت بالموضوع من كل جانب بحيث يغلب على ظنه أن هذا هو أولى الأقوال عند الله وأسدها عند الله. إذا فعل ذلك إذا يلزم نفسه وغيره. طب إذا لم يصل إلى هذه الدرجة إذا يلزم نفسه فقط لكن لا يلزم غيره. زي مسألة الدستور مثلا، الذين قالوا بنعم مثلا الدستور لا ينبغي أن يلزموا أحد بنعم لأنهم لم يدرسوا هذه المسألة، فدي تلزمهم هم، وإلزمهم غيرهم بقول نعم هذه المسألة يعني خطأ، خطأ لا أقول خطأ دستوري ولكنه خطأ فقهي شنيع. أما الذي درس المسألة من كل جانب له أن يلتزم بها وأن يلزم غيره بها. ده معنى. المعنى الثاني أن المقصود بنفسه ما كلفوا، وهل يختلف ما كلفوا في أنفسهم، في أنفسهم أي في نفس المسائل، وما كلفوا في غيرهم أي ما كلفوا في غير هذه المسائل، والأول أولى. ومن الذي له أن يجتهد، انظر الجملة الخطيرة دي، ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره. نفهم الجملة دي أنه جعل القياس من ماذا؟ من الاجتهاد. إذا الاجتهاد أوسع من القياس عند الإمام الشافعي، ده معلومة مهمة جدا، أن القياس أخص والاجتهاد أعم عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره، والذي له أن يقيس في نفسه وغيره، يقيس في المسألة التي تحصلت لديه وفي غير هذه المسألة التي لم تتحصل لديه، لأنه رجل عالم يقيس في كل مسألة. فقلت له، طبعا دي كلها أسئلة يعني ما شاء الله، فقلت له العلم من وجوه، العلم من وجوه، منه أي من هذه الوجوه إحاطة في الظاهر. عرفنا الإحاطة بمعنى إيه؟ إدراك الشيء من جميع جوانبه، ده الإحاطة. منه إحاطة في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر، ومنه حق في الظاهر. الحق عندما يكون في الظاهر أي الدلالة تكون ظاهرة لا لبس فيها، وسيبدأ الإمام الشافعي في شرح هذه الجملة بنفسه، يعني أدع التعليق على هذه الجملة له هو، لأنه هو سيشرح هذه الجملة شرحا مسهبا. قال فالإحاطة منه، الضمير منه أي العلم، فالإحاطة من العلم ما كان نصا حكم لله أو سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها العامة عن العامة، اللي هو ده النقل، يبقى ده سبيل النقل. فسبيل النقل الرواية، والرواية نقل العامة عن العامة، والمقصود بالعامة هنا ليس العامة من الناس اللي هو الدهماء والرعاع منهم، وإنما المقصود بالعامة أي الكفة، أي الجماعة، الجماعة. فلما السنة ترويها الجماعة عن الجماعة، والقرآن أصلا ورد إلينا عندما رواه الجماعة عن الجماعة عن الجماعة حتى وصلنا إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا سبيل النقل. فالقرآن ورد إلينا بالنقل، وكذلك السنة إلينا بالنقل، فهذان السبيلان الكتاب والسنة
اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه حرام. إذن إذا أتى النقل بحل أمر ما أو بحرمة شيء ما خلاص، وده نص واضح وظاهر وجلي. وهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا الشك فيه. إذا أتى النص في الكتاب أو السنة نصا واضحا ظاهرا جليا، يبقى لابد للناس أن يقبلوه في الحل والحرمة، ولا يجوز أحد أن يجهله أو أن يشك فيه إذا علمه. كقول الله تعالى مثلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هو ربنا قال الكلام ده، هو ربنا قال الكلام ده. يا ترى هل يمكن مع مرور الأزمان أن يختلف هذا الحكم، أن نقول إن هذا الحكم يناسب عصر ما ولا يناسب هذا العصر الذي نحن فيه؟ لا، طالما أن هذا صح عن الله فلا يمكن أبدا أن نعمل عقلنا في نص واضح صريح، ما ينفعش. ربط النصوص بعلل متوهمة يحيل النصوص، ربط النصوص بعلل متوهمة يحيل النصوص. لو احنا كل نص أوجدنا له علة، النصوص دي بعد فترة ستنماح وتزول. لو قلنا بأن المقصود من التكبير هو الإعلام، لو قلنا المقصود نقول الله أكبر، التكبير في الصلاة العلة منها هي الإعلام، ممكن واحد يقول خلاص بدل ما أقول الله أكبر ممكن أعلم الناس بطريقة تانية، طالما المقصود منها الإيه؟ الإعلام. بدل ما أقول الله أكبر نقول الله العظيم، وما غلطناش، إيه الفرق بين الله أكبر والله العظيم؟ فإذا كان المقصود هو الإعلام فقد حصل الإعلام بغير اللفظ، نقول لا ليس هذا هو المقصود، ومن أين لك بهذه العلة؟ فإذا ثبت النص صحيحا فلا يجوز التعبد بعلة موهومة، لأن ربط النصوص بالعلل الموهومة دي إيه لا يحصل؟ ستفسد النصوص، خلاص لن يكون العمل بهذا النص. زي ما حدث، ناس قالوا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ده حديث صحيح وعلى العين والرأس، لكن هذا الحديث لو عملنا به إيه اللي يحصل؟ سنمنع المرأة من دخول البرلمان، ولو منعنا المرأة من دخول البرلمان والمرأة نسبة كبيرة جدا في المجتمع هتزداد نسبة العلمانيين والنصارى في البرلمان، وبالتالي ستتشكل الجماعات التأسيسية من النصارى ومن العلمانيين، وبالتالي يقوموا بتأسيس دستور علماني يخلي مصر دولة علمانية. إذا ترك الحديث مفسدة، لكن العمل بالحديث مفسدة أشد. إيه الكلام ده كله؟ الكلام ده كله إيه؟ أوهام. إيه اللي ترتب على ذلك؟ اللي ترتب على ذلك إن البرلمان ذات نفسه اتحل، والدستور ذات نفسه إيه؟ اتلغى، وعدنا المربع رقم صفر. لا والله، تعودنا لمربع سالب مليون. يعني عشان نوصل بس للصفر عاوزين نقعد نجري بصاروخ الفضاء من هنا لغاية مليون سنة عشان نوصل بس للمربع رقم ايه؟ رقم صفر. ده كله ليه؟ ربط الامور بعلل الموهومة، علل الموهومة، علل الموهومة. امال فين وان تطيعوه تهتدوا؟ فين دي؟ فجعل ربنا تبارك وتعالى الهداية في الاتباع، والاتباع هو العمل بالنص، والعمل بالنص. ولذلك نجد عند هؤلاء القوم الآرائيين الذين يوهنون من النص ويعظمون من إبراز العلل والآراء، نجد عندهم أعاجيب. استفتاء مارس 2011 يقول لك طالما ان الكنيسة قالت
لا للتعديلات، يبقى إذا نقول نعم للتعديلات. دستور 2012 الكنيسة رفضت، يبقى احنا نقول نعم. طب في دستور 2014 الكنيسة قالت نعم، احنا قلنا ايه؟ طب ما نقول لا بقى، لا نقول نعم. الله، يبقى إذا المسألة مش كده بقى، المسألة لها معاني أخرى. وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء. كلمة سنة في موضع الحال، ولذلك أتت منصوبة. ويعرفها العلماء هي خبر علم الخاصة. وعلم الخاصة يقصد بها هنا السنة، أي علم السنة أو علوم السنة. ولهذا الجملة الفعلية الخبر فيها الضمير الذي يعود على السنة. وهذا ما يسمى عند علماء اللغة بالحمل على المعنى. يعني إيه؟ لما يقول هل قرأت الكتاب، تقول قرأتها. ألا قرأتها، هو الكتاب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر ولا مؤنث؟ عارفين مذكر مؤنث؟ مذكر. أيها شيخ عبد الرحمن، لما نقول الكتاب ده مذكر، طب كيف قرأتها؟ ده الحمل على المعنى. الكتاب ده عبارة عن صفحات، مش كده؟ عبارة عن ورقات. يبقى لما أقول قرأتها أي قرأت الصفحات أو قرأت الأوراق، ده يسمى بالحمل على الإيه؟ على المعنى. فعلم الخاصة مذكر، العلم مذكر، ولكن المقصود بعلم الخاص السنة، والسنة مؤنثة، فهنا الحمل على المعنى. وعلم الخاصة اللي هي السنة يعرفها العلماء، لأن علم السنة ده فيه رواية الكفة عن الكفة، والراوي ده يا ترى مجروح ولا معدل، يا ترى الراوي سمع من الشيخ بتاعه ولا ما سمعش، المعلومات دي كلها مين اللي بيعرفها؟ الخاصة ولا عامة الناس؟ الخاصة. يبقى السنة دي كعلم، ده علم الايه؟ الخاص. وذاك قال يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم. لا يمكن ابدا نجيب راجل مهندس نقول له اعرف العلم ده، او نجيب راجل سواق نقول له تعرف العلم ده، او نجيب راجل مثلا بيشتغل في القانون تعالى اعرف العلم ده. لا، ده لها طائفة تخصصت في ذلك، تسمع الحديث تعرف دركته، تعرف رجاله، تعرف حد كلها. ولم يكلفها غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم، أي هذا العلم بالسنة، إما أن يكون في كلية هؤلاء العلماء أو في بعض هؤلاء العلماء بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها. ده شرط مهم جدا، أن يكون المخبر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا. وهذا اللازم أي الثابت لأهل العلم أن يصيروا إليه، وهو الحق في الظاهر. يعني اللازم لأهل العلم أن ينتهوا إلى ما انتهى إليه علمهم من الحق الظاهر البين. يبقى أهل العلم ينظروا في المسائل، عندهم أهلية النظر، عندهم أدوات تؤهلهم لذلك النظر، فإذا ما صاروا إلى حق انتهوا إليه، وهذا هو اللازم له. كما نقتل بشاهدين، في هناك نسخة كما نقبل بشاهدين، وهذا أوفق. يعني أنا أميل إلى النسخة اللي هي القبول بدل القتل. لماذا؟
لأن القتل يكون بشاهدين. هذه مسألة تحتاج إلى تأمل. مثلا القتل أو قتل الزاني المحصن هل يكون بشاهدين أم بأربعة شهود؟ بأربعة شهود، وأولئك الشهود شهود عدول، والقاضي يعني يتوثق من كل واحد على انفراد. ده مسألة دقيقة، ازهق روح، دي مسألة صعبة قوي. القاضي كل واحد ممكن يقول له تعال هو الرجل ده كان لابس ايه، يقول له كان لابس كذا 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 كذا. طب وهي كانت لابس ايه؟ كذا 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 كذا. طيب يا ترى كان في اي مكان؟ المكان الفلاني. طب يا ترى كانوا سرير ولا كانوا كنبة ولا كانوا انتريه ولا؟ طب يا ترى كانوا في الصالة ولا في الأوضة ولا كذا؟ طب يا ترى النور كان مضاء ولا مش مضاء؟ طب يا ترى كانوا بالنهار ولا كانوا بالليل؟ أسئلة دقيقة جدا. بعد كده في جنب اللي بعديه واللي بعديه، لو الإجابات اختلفت ولو ذرة واحدة، اختلاف الإجابة ولو ذرة دليل بماذا؟ إن الأرض كلها فاسدة، خلاص انتهت. فرضنا واحد قال كان في الصالة، واحد قال لا كان في الأنتريه، دي الوحدة كثيرة إن إيه؟ تبوظ المسألة وترد الشهادة. لأن بعض الناس يقول لك يبقى معنى كده لو أربعة جم وشهدوا على واحد غلبان نرجمه، دول هبل ما بيفهموش. القاضي المسلم دين ومدقق، لأنه يعلم أنه مسؤول أمام الملك ويده مغلولة إلى عنقه. هذه اليد لن تحل إلا بماذا؟ إلا بالعدل. والعدل إبصار الحقيقة في الشيء، إبصار الحقيقة. يبقى القاضي بيقعد يدور لغاية كأنه هو بص على إيه؟ على الحقيقة، أبصرها. وبالتالي يقول ضمير القاضي، بيسميه ضمير القاضي، يعني انتهى ضميره إلى كذا، فبالتالي بيحكم وهو مطمئن، خلاص انتهى الموضوع. فمسألة إن احنا نقتل بشاهدين لا، هي كما نقبل بشاهدين، كما في مسائل العقود. مسائل العقود الأمر فيه أيسر من مسألة الرجم أو القتل، وبالتالي نقبل بماذا؟ بشاهدين. وذلك حق في الظاهر، في الظاهر أي فيما يظهر لك، لأن الظاهر قد يقصد به الحق البين الواضح، وقد يقصد بالظاهر أي فيما تعلمه أنت، أي فيما يبدو لك أنت. أحيانا يسمى القول الحق يسمى قولا ظاهرا، القول الحق يسمى قولا ظاهرا، كقول الله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي منتصرين. وسمي الحق ظاهرا لأنه منتصر، إذ كان المنتصرون قبل يدخلون الديار على ظهور الخيل، فإذا دخلوا على ظهور الخيل كان ذلك علامة على ماذا؟ على الانتصار، كان ذلك علامة على الانتصار. وقد يكون المقصود بالظاهر أي ما يبدو لك، ما يبدو لك، ما يظهر لك. وهذا ما يعنيه الإمام الشافعي هنا. يبقى الإمام الشافعي استخدم الظاهر استخدامين، مرة كده ومرة كده، مرة كده ومرة كده. الظاهر بمعنى الحق، واستخدمه أيضا الظاهر أي فيما يظهر لك، أي فيما يبدو لك. قال وذلك حق في الظاهر أي فيما يبدو لك، وقد يمكن في الشاهدين الغلط، اللي احنا قبلنا بشهادتهم دول قد يمكن فيهم الغلط. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان العلم في علم الخاصة، علم السنة وبيشمل الكتاب والسنة. طيب العلم اللي بعد كده وعلم إجماع، يبقى الأول علم سنة أو علم رواية، علم سنة أو علم رواية، وده بيشمل الكتاب والسنة. الثاني علم إجماع. الإجماع هو اتفاق الخاصة أو العامة على أمر ما، ده من حيث المعنى اللغوي.
ثم قصر على مجتهدي عصر ما. يبقى لما يقول إجماع فالمقصود به اتفاق المجتهدين في عصر ما على مسألة معينة بحيث لا يتخلف منهم أحد. من الحاجات الظريفة إن كان بعض الشباب يقول لك مثلا أجمع أهل العلم على القول بنعم للدستور. أجمع أهل العلم، من قال كذلك؟ دي مسألة كانت عجيبة جدا. لا يعني دي مسألة عجيبة، من هم أهل العلم الذين أجمعوا؟ طيب الذين خالفوهم أأنزلتموهم منزلة الظاهري عند الإمام السبكي؟ الإمام السبكي بيرى أن أهل الظاهر هؤلاء لا يعتد بهم لا في الوفاق ولا في الخلاف، يعني وجودهم زي عدمهم. الإمام السبكي في طبقات الشافعية كان متحامنا جدا على ابن حزم ومن يعني سلك مسلك، فقال لك الناس دول وجودهم زي عدمهم. إن لا ينظر إليهم لا في الوفاق ولا في الإيه ولا في الخلاف. قال لو وافقونا ما نذكرهمش، ولو خلفونا برضك ما نذكرهمش. سبحان الله، ده كان تحامل شديد، كان ذلك تحاملا شديدا، وليس ذلك بالنصف، ليس ذلك بالنصف. فكيف يعني يلغى مثل ذلك الأمر؟ من هم هؤلاء المجتمعون وما هي أهليتهم التي جعلتهم علماء اجتمعوا على هذه المسألة؟ ثم إن هذه المسألة تستدعي الإحاطة من كل وجه، ولها جانب قانوني دستوري، فرجع هؤلاء الناس إلى أهل الخبرة. أهل الخبرة، هناك قسم في كلية الحقوق اسمه قسم الفقه الدستوري، وهناك أساتذة متخصصون في ذلك، فرجعوا إلى أهل الخبرة والاختصاص وأخذوا منهم يعني خبرتهم. المحاكم لما يكون فيه هناك مشكلة متعلقة بالزراعة يقول لك خبير الزراعي، متعلقة بالمباني الخبير، قسم كده في وزارة العدل اسمه إيه؟ قسم الخبرة. والقاضي لا يحكم في هذه المسألة إلا بعد الرجوع إلى من؟ إلى أهل الاختصاص. إذا لم يفعل ذلك ما ينفعش. وكذلك أيضا في أمور الشريعة، إذا كان أمر الشريعة متعلق بخبرة معينة لم تتهيأ لأهل الاجتهاد، رجع فيها إلى من؟ إلى أهل الخبرة، سواء مسألة طبية، مسألة هندسية، مسألة زراعية. لكن كده يبقى أنا في الدين وفي كل حاجة؟ ما ينفعش. دي مسألة يعني لا ينبغي أن تليق بأهل العلم. طب والنوع الرابع بقى يا شافعي عليك رحمة الله، احنا عرفنا نمرة واحد علم النص، اثنين علم الإجماع، ثلاثة علم اجتهاد بقياس. برضك شوف الجملة الحلوة دي، علم اجتهاد بقياس، دليل على أن القياس من الاجتهاد. وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق. إذن القياس يقصد من ورائه طلب الحق، فذلك حق في الظاهر عند قايسه. يعني الذي قام بالقياس اللي هو العالم إذا قاس المسألة انتهى علمه في هذه المسألة إلى أن هو ده هو الحق، لا عند العامة من العلماء. مش كل العلماء انتهوا إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك القائس، ولا يعلم الغيب فيه إلا الله. لكن الحق الذي هو عند الله يا ترى هو ذلك الحق الذي انتهى إليه المجتهد في هذه المسألة أم لا؟ لا يعلم ذلك إلا الله. يبقى نقول إن هذا القول هو الحق عندي، لكن يا ترى هو الحق عند ربنا؟ قل الله أعلم، قل الله أعلم، فلا تتألى على الله إلا إذا كان هناك نص واضح لك فيه من الله تعالى برهان. وهنا هل يجوز في هذه المسألة الإنكار؟ نعم،
إذا غلب على ظنه أن هذا هو الحق الموفق المسدد فلا بد أن يظهره. وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة. طبعا يا أخوانا الرسالة دي أول كتاب في علم الأصول، شوف الإشارات وشوف الجمال ده، حاجة يعني مدهشة. يقولك وإذا طلب العلم فيه بالقياس، وإذا طلب العلم في المسألة عشان نصل الحق بالقياس، فقيس أي تم القياس، فقيس أي قاس القائس بصحة. قيس، قيس ده فعل مبني المجهول، والمقصود أي قاس القائس، اشتال الفاعل اللي هو القائس، وقال فقيس بصحة، يبقى عنده بالفعل أصل وفرع ومناسبة واضحة. فقيس بصحة، قال يتفق المقايسون في أكثره. يعني القياس ده لو صحيح تجد إن معظم الناس القائسين بيتفقون عليه، وقد نجدهم يختلفون قد للتقليل. يبقى الأصل أن الاجتهاد إذا كان قائما على أصوله اتفق المجتهدون، وقد يختلفون، قد هنا للتقليل، قد للتقليل. فوقوع النزاع في أي مسألة دليل على أن الاجتهاد لم يحرر. ما نقولش مسألة نزاع ونجري، لا، أقف وادرس هذه المسألة وحرر هذه المسألة. وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة. أيتفق المقايسون في أكثره، دي مش همزة ولكن هذه مزيدة، معناها يتفق المقايسون في أكثره، وقد نجدهم يختلفون. والقياس من وجهين، هناك بعض أشياء متعلقة باللهجة، ولذلك النساخ عندما كانوا يكتبون لفظة الإمام الشافعي فقد نجدهم يحولون ضبط اللفظة على مقتضى اللغة الموجودة. وإذا تجد عندك مثلا في نسخة اتفق المقايسون في أكثره ومخالف للأصل، وفي نسخة يتفق وهو خطأ، فهي الألف دي مزيدة بمعنى اتفق أيضا، ولكنها هذه صورة كتابية. أحيانا بيبقى فيه هناك صورة صوتية وأحيانا صورة كتابية. لما نقول ياسين يا سين وناس يقول يا ألف سين يا نون، ما هي يا ألف سين يا نون؟ ده صورة كتابية من مين؟ قلت وقد يكون غير عدل في الباطن. لا، يعني دلوقتي الراجل في الظاهر ده بيحصل راجل ملتحي وبيقصر الثوب وما شاء الله أجوز بنت، يتجوز من هنا يطلع عفريت يطلع مارد. لا، ايه اللي حصل؟ يبقى انا ابن حلال عملتك عشان انت راجل دين وشكلك متسنن تطلع بالصورة دي؟ او واحد معاه فلوس ومش عارف يعمل فيها ايه، فتلاقى تاجر دكان الامانه، خد بالك ازاي؟ فقال وراجل بقى على طول، والصلاه قبل صلاه بربع ساعه الدكان محل مغلق، فقال له والله انا معايا 60-70 ألف جنيه تاخدهم تتاجر فيهم. قال له ابشر ان شاء الله الامانه دي هي العنوان بتاعنا. ياخد 70 ألف، قال له طب نعمل، قال له انا هثبت لك كل شهر 3-4 آلاف جنيه واخر السنه الماليه نعمل جرد ولك وعليك. ده بالفعل كده مظبوط.
أول شهر اداله 3000 وتاني شهر ورابع شهر، أول سنة ماشي مظبوط. الراجل قال له طب أنا معايا كمان 70000 وممكن تاخدهم تتاجر فيهم. والراجل بقى معاه مثلا 50 60 واحد نفس القصة دي، رأس ماله لا يقل مثلا عن 20 30 مليون وبيدي الناس كلها. بس في المصالح التجاري بيلبس الناس طوائي بعض، عارفين المصالح ده ايه؟ العمم. عارفين المصالح ده؟ يعني هو راجل ده راجل بكاش بس بياخد من رأس مالهم بيوزع عليهم، هم لهمش دعوة، هم كل شهر كل واحد بقى بيجيله بالنسبة بتاعته. اللي دافع 50000 ياخد 3000 في الشهر، واللي دافع 100000 ياخد 6000، واللي دافع مليون ياخد 50000 من بعض كده. وبعدين بعد كده يوم قافل المحل وفصم الحداد. فين الشيخ محمد ابو علي؟ الشيخ محمد ايه؟ يبقى ممكن بالفعل فيما يبدو لنا ان هذا الشخص عدل نقربه ونحبه ونجوزه بناتنا ونسأمنه على اموالنا ماشي، ويكون غير ذلك. قلت وقد يكون غير عدل في الباطن. قال قد يمكن هذا فيه، أيوة نعم، ولكن لم تكلفوا فيه إلا الظاهر، يعني ليس لنا إلا الظاهر. قلت وحلال لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته، ومحرم علينا دمه بالظاهر. الكلام ده علينا احنا، لأن احنا هو بالنسبة لنا ايه؟ عدل، بنأكله ونشربه ونكحوا بناتنا ونحرم إهدار دمه، لأنه بالنسبة لنا إيه؟ مسلم وعدل. وحرام على غيرنا إن علم منه أنه كافر إلا قتله. طبعا ده القتل لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر، يعني لا يجوز لأحد الناس أن يباشروا إقامة الشريعة فيما لا يمكن أن يقيمها إلا ولي الأمر. يعني في أمور في الشريعة لا يقيمها إلا ولي الأمر، كالحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر. فلو وحرام على غيرنا إن علم منه أنه كافر إلا قتله ومنعه المناكح والموارثة وما أعطيناه من أموالنا. يبقى احنا بنأكله ونشربه وينكح بناتنا ونحكم له بالإسلام لأنه هو الظاهر لنا، غيرنا في الباطن يعلم حاله، فحكم بكفره له أن يؤكله ويوارثه وما إلى ذلك. لا، افترضنا نزل البرامكة، البرامكة دول قعدوا عشرات السنين ما كانتش حد يعرف أصلهم ولا حكايتهم. البرامكة يظهرهم للناس ان هم بيصلوا معاه وما الى ذلك، لكن في الباطن كانوا يعبدون النار. في الباطن كانوا يعبدون النار، عاملين في بيوتهم كده زي السراديب، وفي السراديب دي بيعبدوا فيها النار. طيب ليا في المسجد راجل ما شاء الله متسنن وراجل بيصلي وخاشع، يبقى انا اجوزه بنتي واحكم باسلام واشهده ويرث وما إلى ذلك. طب اللي طلع منهم على ذلك الباطن يحكم بماذا؟ بكفرهم. يبقى هو رجل واحد لكن اختلف حكمي عن حكمه. ليه؟ لأن أنا حكمت بالظاهر فلم أطلع على حاله كما اطلع هو على حاله. واضح كده يا أخوانا؟ قال نعم. كم ده كلام مظبوط. قلت وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا. وجد ده فعل مبني للمجهول، وفعل وجد ومشتقاته بينصب فعلين، لكن المفعول الأول تحرك فصار نائب فاعل. وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا، مختلفا ده اللي هو أصل المفعول الثاني، والتقدير نجد
يعني المعنى نجد، قلت ونجد الفرض، ونجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا. يعني ممكن نتلاقي واحد نختلف في الحكم عليه، وهذا الاختلاف مبني على علمنا فيه وعلم غيرنا فيه. احنا علمنا فيه او علمنا فيه على الظاهر، وعلم غيرنا فيه على الظاهر والباطن. قال نعم، وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمه. قلت هكذا قلنا لك. هجري بقى معلش الحتة دي عشان يعني ما نطولش. احنا دلوقتي بقى لنا ايه، 5 دقايق؟ طيب 5 دقايق. نعم، ما انتش ده الحتة بتاعت القصة ما تحسبهاش. طيب، قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم. يعني احنا قلنا لك برضك الأشياء التي ليس فيها نص حكم لازم، وإنما نطلب باجتهاد القياس. يعني الأشياء التي ليس فيها نص لازم أي ثابت، تطلب هذه الأشياء باجتهاد القياس، وإنما كلفنا فيه الحق عندنا. قال فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة. يبقى معنى ذلك أن الأمر الواحد تحكم عليه من وجوه مختلفة، أي لأسباب مختلفة. قلت نعم، إذا اختلفت أسبابه، إذا اختلفت أسبابه يبقى الحكم ده يبقى مختلف. زي أخوانا الحرير حرام على الذكور وحلال للإناث، يبقى الأسباب مختلفة، لأن ده رجل ده إيه، امرأة، ويجوز للضرورة. يبقى شوف 3 حاجات أهو، حرام وحلال ويجوز للضرورة، حرام على الرجال، حلال للنساء، ويجوز للضرورة عند إيه، عند مرض الحكة. يبقى اختلفت الأسباب، يبقى حاجة واحدة، ولكن اختلفت أو اختلف حكمه لتعدد ماذا؟ لتعدد أسبابه. ده رجل امرأة للضرورة. قلت نعم، إذا اختلفت أسبابه. قال فاذكر منه شيئا. طبعا المثل اللي هيقوله مثل صعب حبتين هنجري فيه، بس اللي أنا قلته لكم ده سهل. قلت قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين فأخذ بإقراره. يبقى لو واحد بالفعل قال أنا اللي قتلت، اللي يحصل خلاص الاعتراف سيد الأدلة. بس ممكن القاضي الذكي يحاول ان هو يبحث في ماهية هذا الاعتراف. يعني هل هذا الاعتراف كان بقناعة ولا كان عن اضطرار؟ والاضطرار ده كان بسبب ضغط نفسي ولا ضغط مادي؟ ضغط نفسي، لأنه يريد أن يحمي ابنه القاتل. يعني راجل عنده 60 سنة وابنه لسه عنده 20 سنة، لو قال ابني هو القاتل ضيع الولد. هو عنده 60 سنة خلاص، قال كفاية كده عليا الايه، الحياة كده، انا الحمد لله اتمتعت وعشت 60 سنة والحمد لله كفاية عليا كده. فيلطع الجريمة في نفسه هو علشان يفدي بها مين؟ ابنه. يبقى ده مسألة نفسية، وقد يكون مسألة اضطرار مادي زي التعذيب او ما الى ذلك. القاضي الذكي لا يقنع بالاعتراف، مش اول ما يقول انا اللي قتلت يديله حكم. ده القاضي الذكي بيتمهل، بيتأنى، بيقف على حقائق الأمور. طيب لو أقر على نفسه خلاص انتهى الموضوع، نحكم بهذا الإقرار. طيب افترضنا لم يقر، فآخذه ببينة تقوم عليه. يبقى لو في بينة، البينة دي اللي هي القرينة الواضحة التي لا ترد. زي ايه يا اخوانا؟ افترضنا مثلا واحد جايب جزمة مثلا ب 800 جنيه دخل مسجد عباد الرحمن، حطها، خلص الصلاة وطلع ما تلقاش الجزمة، جزمة بتاعتي حرامي. فيه واحد يعني كان من الناس اللي هم بيعيشوا في الشارع دول، ود هدومه مقطعة وحافي،
وبيجدوا في ايده جزمه، بالله عليكم يبقى الجزمه دي بتاعته استحاله. ما ينفعش واحد رجليه مقشفه ومش لابس شراب وهدومه مبهدله وماسك جزمه غاليه جدا ب 800 جنيه ويجري بها، يبقى دي بينه قاطعه ان الجزمه دي اتمالها مسروق. لا حد يقول والله ما انا سارق، والله واحد جايبها لي. طب ايه البينه؟ ان هو لا تناسب حاله. اتنين بيجري، لو واحد جابها لك هديه طب ما كان يجيب لك الشراب، طب واحد جابها لك هديه طب ما كنت لبستها. يبقى دي كلها قرائن بينه اي واضحه تدل ان هو ماذا؟ ان هو لص. واضح؟ لا اعترف ولا في عندنا شيء مادي، ولكن دي قرينه. والقرائن معمول بها لا سيما اذا كانت ظاهره. يبقى ولا يقر، ما يقرش، فاخذه ببينه تقوم عليه. طب افترضنا ما فيش بينه واضحه، الاثنين اختلفوا على فلوس، ده بيقول انا اديت له، بيقول لا انا ما خدتش منه. ولا تقوم عليه بينه، لا في اقرار ولا بينه، ما فيش لا اقرار ولا بينه. فيدعى عليه، والناس يقولوا انت خدت مني فلوس، فامره ان يحلف ويبرا. لو حلفت بالله ما خدت خلاص خرجت، فيمتنع يقول لا مش حالف. فامر خصمه ان يحلف. طب انت بقى اللي انت ادعيت عليه احلف انت، وناخذه بما حلف عليه خصمه. لو قال والله انا اديت له، يبقى انا هنعمل بمين؟ بالحلف. وناخذه بما حلف عليه خصمه اذا ابى اليمين التي تبرئه. ما رضاش يحلف، ما رضاش يقول الحلف الذي يبرئه. ونحن نعلم ان اقراره على نفسه بشحه على ماله، وانه يخاف ظلمه، وانه يخاف ظلمه بالشح عليه. يعني هذا الرجل ربما يكون شحيح ولا يريد ان يحلف شحا منه على ذلك المال. نقرا الجمله من غير العباره الاعتراضيه. ونحن نعلم ان اقراره على نفسه اصدق عليه من شهاده غيره. ايوه، هو لو اقر على نفسه اصدق، لانه ممكن يقول انا اخذت 10,000، الرجل الثاني ممكن يقول انا اديت له كام؟ 15,000. هو لو حلف واقر قد يكون اصدق من الاخر، لان غيره قد يغلط ويكذب عليه. ممكن ان غيره ده طالما هو مش راضي يحلف، ممكن والتاني جريء، ممكن التاني ايه؟ يزود عليه وهما او خطأ او قلة في الدين، ممكن. وشهادة العدول عليه اقرب من الصدق. يعني لو في هناك شهادة عدول في الحالة دي، يبقى شهادة العدول اقرب في الصدق من امتناعه من اليمين ويمين خصمه. يعني لو في ناس شهود عدول، الاثنين دول شهدوا ان الرجل ده بالفعل اخذ 10,000 جنيه، يبقى ده هو افضل من يمينه وافضل من يمين الايه؟ المدعي. لان المدعي قد يهي وقد يخطا، وقد تحمله قله الديانه على ماذا؟ على الفجور. فهم 10,000 يخلوهم كام؟ 15,000. يبقى الحكم هنا ما فيش لا اقرار ولا فيه يمين، الاوفق يكون في ايه؟ شهاده العدول. فشهاده العدول تبقى اقوى واحسن من الاقرار، ومن حتى من شهاده من الحلف. لان هو لو اقر ممكن الثاني يعترض، ولو في هناك حلف الثاني يعترض، لكن لو في اثنين شهود ايه اللي يحصل؟ خلاص ده يقر وده يقر. ولذلك جرت العادة في العقود أنه لابد من ماذا؟ من شهادة الشاهدين، لأن أي طرف ممكن أن هو يحيف على الآخر فيظلمه أو نحو من ذلك. ولهذا قال وشهادة العدول عليه
أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين، وهي أيضا أقرب من الصدق من يمين خصمه، وهو غير عدل، وهو غير عدل اللي هو المدعي. وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض، يعني المدعي بالمال بنديله هذا الحق بشيء من هذه الأشياء، إما باليمين إما بالإقرار إما بشهادة الشهود، وقد يكون بعضها أولى من بعض. قال هذا كله هكذا، يعني ده كله بالفعل مظبوط، غير أن إذا نكل عن اليمين نكل أي جبن وتراجع. احلف إن أنت أخذت 10,000 جنيه، نكل عن اليمين، أعطينا منه بالنكول، أي أعطينا المدعي بجبن المدعي عليه. يعني لو إن المدعي قال أنا اديته 10,000 والمدعي عليه نكل عن اليمين مرضاش إنه يحلف، والمدعي حلف، أعطينا للمدعي بالنكول، أي بنكول المدعي عليه، النكول أي الجبن والتراجع. قلت فقد أعطيت منه بأضعف مما أعطينا منه، إن أنت بهذه الصورة ربما تضاعف في عطائه. قال أجل، ولكني أخالفك في الأصل، أخالفك في الأصل. الأصل أنه لا يجوز ذلك، يعني هو لا يجوز أن يأخذ إلا ما أعطاه فقط. ما ده هو الأصل، أنا اديتك 10,000 أخذ 10,000، لكن لسبب أو لآخر كقلة الديانة أو الوهم أو الخطأ أنا اديك 15,000، لأن أنا حكمت له. احلف يا عم إن أنت ما خدتش ال 15,000، مش راضي، وهو أخذ 10,000، التاني حلف بالله إنه اديله 15,000. الأصل ياخد 10,000، اللي اديله 10,000 هنديله كام؟ 15,000 باليمين، فده خلاف الأصل. قلت وأقوى ما أعطيت به منه إقراره، وقد يمكن أن يقر بحق مسلم ناسيا أو غلطا فأخذه به. ده واضح، ده واضح، يعني ممكن إن إن الإنسان يعني يحلف على شيء وهو أخطأ أو وهو غلط، ودي مسألة مهمة. عشان مثلا في القضايا بنحكم فيها، افترضنا واحد حلف على شيء ما، وبعد القضية وبعد الحكم اكتشفنا إن هو إيه؟ غير صادق. ما نقولش إن هو قليل الدين والكذاب الضلالي اللي، لا، قد نقول قد وهم، قد أخطأ، قد وهم وقد أخطأ. يعني تباعد العهد قد يجعل الإنسان إيه؟ ينسى أو يقع في الوهم أو في الخطأ، وهذا الخطأ قد يكون عن قصد أو قد يكون عن غير قصد. قال أجل، كم ده كلام مظبوط، ولكنك لم تكلف إلا هذا. إحنا لا نكلف إلا ما ظهر لنا. قلنا أفلست، قلنا فلست تراني كلفت الحق من وجهين؟ يعني ما انت شايف ان احنا بنوصل الحق من وجهين، مرة اذا كان باديا ظاهرا وباطنا زي معاينة القبلة في مكة، ومرة بنوصل الحق عن طريق الاجتهاد، بنوصل الحق من وجهين. قلت فلست تراني كلفت الحق من وجهين، أحدهما حق بإحاطة في الظاهر والباطن، والآخر حق بالظاهر دون الباطن، إحاطة في الظاهر والباطن اللي هو ما ثبت بالنص، وما ثبت بالنص حكمه في القوة كحكم الصلاة إلى الكعبة والكعبة أمامك، ده في الظاهر والباطن. والآخر حق بالظاهر دون الباطن كما يصل إليه القائس أو المجتهد، فده ما ظهر أي ما لاح له في الباطن، أي في علم الله. المقصود في الباطن هنا أي في علم الله. قال بلى،
ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب أو سنة؟ يعني المعنى الجميل اللي انت قلت ده يا إمام يا شافعي، نجد المعنى ده في كتاب أو سنة؟ قلت نعم، ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري. طبعا كم دخلنا كل واضحه. قال الله عز وجل، خلاص خلصنا تخلنا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا سلام، فآتاهم من علمه ما شاء وكما شاء. شوف، آتاهم من علمه، مش آتاهم علمه، آتاهم من علمه. يبقى الفقهاء والعلماء في مسألة، هو يبقى ربنا آتاهم في هذه المسألة منين؟ من علمه. لكن علم المسألة كلها عند مين؟ عند ربنا. إذن المجتهد لما بيوصل إلى حكم في هذه المسألة، يبقى هذا بنقول هذا ما لاح له، هذا ما ظهر له. لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، أي لا راد ولا مناقش ولا مراجعة لحكمه، وهو سريع الحساب. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الساعة أيان مرساه، مرساه أي قيامها، فيما أنت من ذكراها، ده يعني نهي، فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها، هذا نهي، والمعنى ليس لك السؤال عنها، ليس لك السؤال عنها. ليه؟ إلى ربك منتهاها، أي علمها، منتهاها أي منتهى علمها. وحدثنا سفيان، سفيان أي حدثنا سفيان، هو ابن عيينة، عن الزهري، ابن شهاب الزهري، وطبعا ده شيخ سفيان وسبق ترجمته، عن عروة، وعروة هنا هو عروة ابن الزبير، قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة. كلمة لم يزل فيها معنى الاستمرار. وهذا الإسناد إسناد مرسل، لأن عروة ابن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عليه فيما أنت من ذكراها فانتهى. هذا الأثر إسناده مرسل فهو ضعيف. وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه المجلد الثاني صفحة 347، أخرجه عبد الرزاق. دايما الآثار أول ما تدور فيها تدور فين؟ في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه المجلد الثاني صفحة 347. وقال الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا للدلالة على أن علم كل شيء منتهاه إلى الله عز وجل. فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به وينتهوا إليه، لا يجاوزونه، لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا، لم يعطوا أنفسهم شيئا، يعني مش ما حصلته ليس عطاء لنفسك، ليس عطاء لنفسك، يعني ليس عطاء من نفسك لنفسك، وإنما هو عطاء الله. والجملة الأخيرة نقولها وندعو بها، فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه موجبا لمزيده، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. النهاردة كم؟ 21، 1400، كم بقى في التسعة؟ 10/4/2015.